السلام عليكم، صباح الخير يا اخوان، كيف الحال؟ شهر مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. حاليا يعني موسم الفواكه بدا، فواكه الطائف، وبدايتها مع المشمش والتفاح البلدي، وان شاء الله الله يزيل هذه الغمه ونبدا في تغطياتنا. الحساب نشاطه في الموسم ويقدم تغطيات عن الفواكه خاصة منتجات الطائف، ومن خلالها نسوق لفواكه الطائف ونوصل على حسب المدن المتاحة. حاليا احنا على نهاية موسم الورد الطائفي، اليوم نازل من عند مزارعنا نصور بس الورد، نصور كيف عملية تقطيف. شوف سبحان الله، شوف كيف شكلها، شوف كيف جمالها. فالورد تشتهر به مدينة الطائف، يشتهر منه. فالوردة هذه تنتج دهن الورد، وهو أغلى شيء، تنتج ماء الورد العروس للبشرة للجسم، تنتج منتجات الكريمات ومعطرات الجسم. طبعا الناس كثير يستغربوا أنه أسعار الدهن غالية، ويستغربوا ليش. طبعا أول شيء أنه الموسم ما في إلا مرة واحدة في السنة. طريقة القطف زي ما انتم شايفين، انا ماشي ورا العامل وهو يقطف حبة حبة، شوفوا لازم تكون بهذه، ولازم الوقت في الصباح بدري، على اساس لو انه راح هذا الوقت يروح كل الدهن، اذا طلعت الشمس الفايدة ما عاد تكون بالشكل المطلوب. فيحرصوا المزارعين يجتهدوا في هذا الوقت، وتكلفة العمالة، تكلفة الزقة والاجتهاد فيه كلها مكلفة. هذه المرحلة اللي هو شوف بعد ما جمع الورد زي ما انتم شايفينه في السطول هنا، بلبلوا كيس الخيش هذا، خلوه رطب، وبدأوا يحطوا الورد، شايفينه يحطوا الورد في الكيس ويودوه للمصنع، مصنع الورد نفسه، على اساس ايش يوزنوا كم عدد الوردات وتتم البيع. شايف بكل عناية هم يبدأوا فيها. شايف كيس الورد نفس الطريقة، شايفين الورد ما شاء الله تبارك الله، أذكر الله يا أخوان ريحته ما شاء الله تبارك الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، جمال لا يوصف يا أخوان. هذه تغطيتنا اليوم، ونحاول نغطي لكم من أحد المصانع بعد ما يوصل الورد من المزارعين، إيش العمليات اللي تتم. يا جماعة السلام عليكم، هذه المرحلة شوف المزارع دوبه وصل بالورد حقه، شوف أكياس الخيش طبعا يحطوها في الأرض ويبدأوا يوزنوا. أنا حصور لكم مرحلة مرحلة، هذه المرحلة الأولى يبدأوا يفضوا، شوفوا ما شاء الله حتى ريحة الورد، حتى طريقة صبة الورد شيء جميل. يا جماعة لا تنسوا هذه فرصة، بعد ما يخلص الحظر إن شاء الله المصانع مفتوحة، الورد دهن الورد أنتج، تقدروا تزوروا اي مصانع كثيره في الورد، زوروهم وانا ان شاء الله ازود باغلب المصانع. هذا شوفوا ما شاء الله تبارك الله، كلها لازم يجيبها المزارع محطوطه في كيس خيش رطب، حتى ايش يتم الاستفاده من كامل الورد. شوفوا كيف، شوفوا كيف عمار يصبه ما شاء الله تبارك الله، اذكر الله يا اخوان ما شاء الله تبارك الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شايفين؟ شوفوا المنظر، شوفوا المنظر، شوفوا الوردة، شوفوا الحبة، شوفوا الريحة، شوفوا ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. موضوع حلو وشيك في الورد. انتظرون المرحلة الثانية لميزان الورد، تشوفوا كيف المرحلة. شوفوا يا جماعة هنا العامل عمال يعد الورد،
على أساس إيش يبدأوا يوزنوا، يعدوا الورد ويحطوه في سطل ألف واحدة، وبعد أنا يوزنوا عليه، يصير بعدها ما عاد في عدد، يصير بالميزان. تابعونا وحنشوف المرحلة الثانية اللي بعدها. شوفوا الآن هذا الآن 2000، شوفوا بيوزن معاه 2000 عشان يسهل عليهم في الحساب، وخلاص هم عارفينه. شوفوا الآن 2000، خلاص صارت كل سطل هذا في 2000، يصير كذا سهل عليهم. شايف حط هناك 2000 ويبغى يحسب للقدر كم ياخذ. شايف هنا، شايف هنا حطه. وهكذا هذه المرحلة ميزان بنفس الطريقة. والله يوفقنا وياهم يا جماعة. العدد فنيجي بكل قدر موجود الآن الموية اللي هي الثنو، تمام. وشوف هنا بدأ يعبي، شوف هنا فاضي، شوفوا الآن بدأ يعبي. أيوة أبوي، شوف بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هذه مرحلة تعبية القدور، على أساس كل قدر هنا لي طريق لي عدد معين من الورد على أساس ينتج لك الدهن. ايوه يا اخوان، السلام عليكم. انا من البروسيس هذه اول مره اشوفها، نصور لكم هي خاصه في المصنع. هذا احنا جينا في مصنع الورد، شوفوا العمال يسحبوا الدهن. شايف المعلم هذا الدهن هنا، شوفهم عمال يسحبوه بالابره، يعني سحب وعمال يحطوه. شوفوا هنا ما شاء الله تبارك الله الدهن كيف، هذا عمال كذا بالطريقه هذه. المعلم هنا عمال يسحب وشوف يفضيها هناك حتى يصفى ويطلعوا منه ايش الدهن. شايفينه، الله يوفقكم.